تاريخ البشرية شهد أقوياء كثر. فالنبي أعطى ولم يأخذ، القوي أخذ ولم يعطي، في حالتين متعاكستين. النبي ملك القلوب والقوي ملك الرقاب. النبي عاش للناس والقوي عاش الناس له. تمام. النبي يمدح في غيبته وبعد 1000 عام، والقوي يمدح في حضرته فقط. أعطى ولم يأخذ، أخذ ولم يعطي، ملك القلوب ملك القلوب ملك الرقاب. عاش للناس عاش الناس له. يمدح في غيبته، ذاك يمدح في حضرته، والناس جميعا على امتداد العصور والأزمان أتباع لنبي أو قوي أو قوي. فالذي يستخدم كماله وحلمه وأدبه وعفته وعطاءه وكرمه واستقامته ليؤثر في الآخرين، هذا من أتباع الأنبياء. والذي استخدم سلطته أو حتى الشرطي استخدم دفتر الضبط كسلاح يملكه، نعم، هذا من أتباع الأقوياء. فالبطولة أن تكون من أتباع الأنبياء، وأن تملك القلوب، وأن تملك القلوب، وأن تعطي ولا تأخذ، وأن تمدح في غيبتك. هذه الآية رائعة جدا، هذا تصنيف خالق البشر للبشر.